أنا شخص رياضي وبحب الطبيعة، فطول حياتي بلعب رياضة ودائما بنطلع نستكشف أماكن جديدة في الطبيعة وبنشوف شو في بهالبلاد. ولكن بفترة من الزمن صار في عندنا أحداث صعبة شوي، نحكي مؤلمة، كانت بوفاة أقرب الأصدقاء إلي، ومش شخص ولا اثنين ولا ثلاثة، كانت وفيات متتالية سببت لي نوع من نحكي من الإحباط، سببت لي نوع من فقدان الأمل إنه خلص إحنا دورنا هلأ جاي، إنه ناس مقربين إلي وخسرتهم. صرت فاقد الأمل وما عندي أي تطلعات لقدام، حتى ما في أي طموح أو أي شيء لفترة صغيرة من الزمن. سمعت إنه في ناس بدها تطلع على قاعدة جبل إيفرست، هذا الحكي ب 2014، خاطرت وقلت شو بده يصير يعني. لما وصلت هناك وبلشت الرحلة شفت المناظر اللي بحياتي ما شفت زيها في العالم، كان شعور غريب، طلعت من قوقعة، طلعت من عالم لعالم آخر. هذا الإشي اللي بيستاهل تعيش عشانه، وهاي هي الحياة اللي أنت بدك إياها. وهذه كانت نقطة اختلاف الموازين، وعرفت أنه أنا توجهي لازم يكون لهذا المكان ولهذا الإشي اللي شفت فيه راحة نفسية وراحة بال، شفت فيه سعادة وحسيت بالحياة. احنا هون بال Indoor Climbing Gym، نيجي هون دائما بنحاول نطور على مهاراتنا بالتسلق. هذا التسلق تصوري للتسلق الخارجي، التسلق الصخري، فهون الواحد بجهز حاله، بصير أقوى، بضبط التكنيكس تبعته. جبل إلبروس موجود بروسيا، هو أعلى جبل بقارة أوروبا، ارتفاعه 5642 متر. طبعاً من الجبال المميزة اللي بعتبره أنا واحد، هو أول جبل من قمم العالم السبعة اللي أنا بتسلقها. ومن جبل إلبروس طلعت على جبل كليمنجارو اللي موجود بأفريقيا، تسلقه بياخد 7 أيام كلهم بخيم، هو يعتبر أعلى جبل في العالم غير تابع لسلسلة الجبال، لأنه بتكون الأرض منبسطة وهو موجود في النص، هو جبل بركاني. الأربعين من أصعب الجبال اللي أنا طلعتهم هو يعتبر جبل أكونكاغوا اللي موجود في الأرجنتين. جبل أكونكاغوا ارتفاعه تقريباً 7000 متر، تسلق الجبل أخذنا تقريباً 20 يوم، 20 لـ 21 يوم، كان شديد الصعوبة، جبل جاف، جبل نحكي جامد. التسلق ونحكي مغامرة الجبال بشكل عام بالنسبة لي هي ليست وسيلة للهروب من أرض الواقع، كل جبل هو مدرسة وهو بيمثل الحياة كاملة وبيعلمك كيف تعيش. أحلى شعور بالعالم إنه هدفك تكون أنت شايفه قدامك وتوصل له. هذا الإشي من أروع نحكي الأحاسيس والشعور للجبال، إنه أنت كنت شايف قمة موجودة وأنت مشيت وتعبت وهلكت بس بتوصلها، فلما توصلها الشعور فوق لا يوصف، بنسيك كل التعب وكل المعاناة اللي صارت فيك على الطريق. فأنا بنصحكم تجربوا الشعور وتشوفوه، وبعرف إنه راح يخليكم مدمنين إنكم تطلعوا على الجبال وتوصلوا لأهدافكم. رسالتي للشباب هي رسالة، أنا لست أفضلكم، ولكن قدرت
اني افضي وقت العب رياضه واني اسافر واتسلق جبال. قدرت اتدرب زي ما انا قدرت، وان شاء الله اقدر اعمل اكثر واحسن. اكيد انتم بتقدروا تعملوا اللي ببالكم وتحققوا امنياتكم. بدها القرار وبدها المثابره، وان شاء الله بتحققوا اللي بدكم اياه.